السلام عليكم اعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله نقدم لكم المحمار، هو نوع من انواع المسمن المغربي. سأقوم الآن بلف المخمرة أو الملوية على هذا الشكل. سأضع الزيت والزبدة، أنا سأكتبها بحجم سميك على هذه الطريقة، ثم دقيق الفينو. سأقوم بطيها إلى نصف، ثم أقوم ببسطها على هذا الشكل وأتركها أيضا بشكل سميك. أضع الزيت والزبدة، ثم أضع الفينو، ومرة ثانية أقوم بطيها إلى اثنين. الآن سأقوم ببسطها بشكل طولي على هذا الشكل. ثم أضع وسط الزيت والزبدة ودقيق الفينو، أقوم بلفها مع تركها رخوة قليلة على هذا الشكل، ايضا الزيت والزبده ودقيق الفينو، حتى انتهي من لف المخمره بهذا الشكل. دقيق الفينو هكذا، هذا هو شكلها. بعد ان انتهينا من لف جميع الخمرات ساحتاج الى الفينو، ساقوم برشه في طاوله العمل. ساخذ المخمره على هذا الشكل واقوم ببسطه بواسطة الفينو، طبعا أبسطها على شكل رقيق لأنها ستنتفخ. بعد أن قمنا بتبسيط الخمر، سأقوم بتغطيتهم
الان وساكنها حتى يختمروا، ثم انتقل للمرحله الثانيه. بعد ان خمر المخمر ساحتاج الى مقله ثقيله او فرن. انا لدي فرن خاص بالملوي والحرشه، ساضع فيه قليل من الزيت ثم اضع المخمر بهذا الشكل. بعد ان نضج المخمر من الجهه الاولى ساقوم بقلبه لينضج من الجهه الثانيه. هذا هو الشكل النهائي للمخمر ديالنا. كنتمنى يعجبكم وتجربوا الفيديو ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، تابعونا في لاشين وشاركوا في الصفحه ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.